شفت اللقطه؟ اه طبعا. عجبك فيها ايه؟ عجبني فيها ثقافه اللعيبه بتاعت الدنمارك، عجبني فيها ان راجل كاير، الراجل الكابتن بتاع كاير، الكابتن بتاع الدنمارك والراجل بتاع الميلان ده، ازاي ان هو عارف ان هو يعمل ازاي الاسعافات الاوليه حتى لو بشكل مبدئي، ان هو عنده ثقافه، وده بيوريك ان ازاي لعيب الكوره لازم يبقى مثقف. عجبني جدا ان هم لما لقوا ان الكاميرا بتعمل زوم على كريستيان إريكسن ان هم عملوا وقفوا زوم، وقفوا حواليه. انت عارف ان المخرج ما جابش اللقطه اول ما شافهم كده؟ ما جابش اللقطه غير مره واحده بس. وهم ما عملوا كده، دي التفاصيل دي كانت اسباب بفضل الله يعني ان الراجل اموره كانت بخير بعد كده. لا وبعدين برضه درس سيف في ايه؟ مفيش حد بيفتي يعني ايه، مفيش حد حاول ان هو يعني، انا متخيل لو القصه دي مثلا في ملاعب مختلفه تلاقي واحد بيحاول بقى يشيله من وسطه، واحد بيحاول ان هو يديله، لا مفيش. اللي عارف يعمل حاجه صح، عارف سابوا الناس اللي هي المتخصصين ان هم يشتغلوا. وده برضو انا يعني مهم جدا ان احنا ناخد من القصه دي ان لازم على الاقل حتى عندنا في مصر ان هم ليه ما يبقاش يجمعوا كابتن حازم في اتحاد الكوره رئيس الجهاز الطبي في اتحاد الكوره او رئيس اللي هو اسمه ايه اللي هو المسؤول عن الـ عن الـ عن الكورونا اللجنه الطبيه، رئيس اللجنه الطبيه. انا في رايي ان قبل الموسم المحلي لما بيبدا لازم يجيب كباتن الفرقه كابتن كل فريق ويعلمه على الاقل الفيرست ايد الاسعافات الاوليه، لان ممكن اقرب لعيب هو اللي ينقذ. انا عايز اقول لك ان التطور دلوقتي كبير جدا في الحته دي، يعني ابو عبله في الاهلي، محمد اسامه في الزمالك، هايل هايل، مش قصدي كده، انا قصدي ابو العلا في المنتخب. لا التطور في القصه دي الناس رهيب، يعني ناس عارفه وفاهمه وسامعه بره. انا قصدي بقى يعلموا كباتن الفرقه كل كابتن فرقه، او يختاروا 2 لعيبه من كل فريق يبقوا متعلمين على الاقل الاسعافات الاوليه. صح. وليه لا يعني اللعيبه النهارده، ثقافه اللعيبه بتاعت الدنمارك هي اللي انقذت كريستيان إريكسن. صح.